التوعية اللي حصلت للدخول في التقديم على المسابقة كان عالي جدا، لقينا تواصل ولقينا دخم ولقينا أسئلة كتير في كل المحافظات مع كل الفروع. فإذا كانت المسابقة هتطلع بنتائج وفي ناس كسبت، ولكن أعتقد أن المجتمع كله كسب في التوعية، وخاصة المرأة كان دورها مهم جدا جدا للتقدم بمشروعات وأيضا في التوعية على الأرض. احنا فروع المجلس القومي للمرأة في 27 محافظة عملت ندوات كثيرة للتوعية على قضية المرأة وتغير المناخ بصفة عامة، وبدأت الفروع تشجع السيدات بالتقدم للمشروعات. في الحقيقة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية مبادرة فريدة وغير مسبوقة عالميا، واخدت إشادة من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمنظمات التمويلية الدولية، وهي مبادرة بتقوم على أساس إن جمع المشروعات من جميع المحليات في مصر ومشاركة الجميع في تقديم مشروعاته، وبالتالي يكون للجميع مساهمة في التغيير ومعالجة مشاكل التغيير المناخي بشكل مباشر. كل مشروع اللي بيتقدم من دول نواة لفرصة استثمارية، وبالتالي لو بصينا على المكتسبات أو الأهداف العشرة اللي تم تحقيقها من هذه المبادرة الفريدة كما يلي: أولاً توطين التنمية المستدامة في خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030 واستراتيجية الدولة للمناخ 2050، وبالتالي المبادرة بتهدف بشكل مباشر إلى توطين التنمية المستدامة. أول دولة في العالم تاخد الخطوة بمبادرة بهذا الشكل، بهذا التكامل بين القطاع الخاص والقطاع العام، بشركاء على المستوى المحلي من جميع المحافظات بتمثيل السادة المحافظين. فأعتقد أن هذه المبادرة ما حدش عملها بالشكل الكامل الشامل ده قبل كده في العالم. التقديم كان عبر منصة إلكترونية للمبادرة. الوزارات والمحافظات قامت بتعميم المبادرة وبنشر الوعي عن أهميتها كلهم في محافظته أو خلال الوزارة بتاعته، وبالتالي تم تلقي المشروعات اللي تم استلامها اللي هم 6822 عن طريق البورتال، عن بعد ما قامت الوزارات والمحافظات بدورها في نشر الوعي عن أهمية المبادرة. الحقيقة المبادرة هي يعني فريدة من نوعها مقارنة بمختلف دول العالم اللي استضافت كوب قبل كده واللي تعاملت مع تغيرات المناخ قبل كده، في إنها بتحشد كل الطوائف المجتمع وكل الناشطين والمهتمين بمجال التنمية ومجال مواجهة تغيرات المناخ، بتحشدهم في إطار مجمع ومتعاون ومتكامل. وهذه المبادرة اللي جاءت كتحضير للكوب 27 بتأكد إنه في فرص كتيرة لمصر إنها مش بس إنها تواجه قضية تغير المناخ، ولكن إنها أيضا تعطي نماذج لدول أخرى عن كيفية التعامل مع قضية تغير المناخ في الموضوعات المختلفة، سواء كنا بنتكلم على زراعة، مية، طاقة، مشروعات شركات ناشئة، مرأة، شباب. فبأرى أنه هذه المبادرة جسدت المفهوم الخاص بحماية البيئة وربطه بكل القضايا الأخرى، وده اللي كان واضح جدا في أكثر من 6200 مشروع جاءوا لهذه المبادرة. أي نعم إحنا في النهاية كان لازم نختار عدد قليل جدا اللي يفوزوا، لكن الحقيقة ان عدد كبير منهم يستحق الفوز، ومجرد انهم يكونوا جزء من الست مشروعات اللي طلعت من كل محافظة ده بيؤكد على ان محافظاتنا عندها القدرة على التعامل مع القضايا البيئية الملحة وربطها بالقضايا التنموية وتحقيق المعادلة الصعبة وهي التنمية المستدامة في ظل تعامل جيد مع مشكلة التغيرات المناخية، سواء كنا بنتكلم على عدالة مناخية أو بنتكلم على التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية اللي بتحدث. المبادرة الخاصة باختيار المشروعات الخضراء الذكية على مستوى محافظات مصر تعد من أهم المبادرات التي سوف يكون لها أثر يتجاوز مجرد المشاركة في القمة القادمة. هذه المبادرة أيضا بترتكز على أهم أمرين سوف يشكلوا المستقبل كما نراهم الآن. الأمر الأول ما يرتبط بالاستدامة، وده البعد الأخضر في اختيار المشروعات، والأمر الثاني ما يرتبط بالذكاء، بمعنى ما ننشده من كل مشروع من المشروعات أن يكون متوافقا في عمله وأولوياته مع التحول الرقمي والتكنولوجيا الجديدة واستخدامها في مراحل عمل المشروع المختلف. من خلال هذه المبادرة بنقدم نموذج قابل للتكرار، وده هيبقى واحد من المهام الكبيرة، وإحنا بنتكلم على أكبر مؤتمر عالمي من نوعه في شرم الشيخ.
هيبقى واحدة من الأمور إن احنا لا نحتفي فقط بالشركات والمشروعات الفائزة على مستوى الوطني أو على مستوى المحافظات، ولكن بننقل التجربة المصرية في كيفية امتلاك زمام هذه القمة العالمية وتوطينها محليا في المستقبل إن شاء الله. نعلم أنه تحت رعاية رئيس الجمهورية في مصر وبقرار صدر تنفيذي لهذا من جانب دولة رئيس مجلس الوزراء، هذه المبادرة سوف تتكرر سنويا. المبادرة دي قدرت أن هي تحرك فكر عدد كبير جدا من الشباب في مصر في مختلف المحافظات المصرية، طلع منها عدد كبير جدا من الأفكار اللي تم مناقشتها وبلورتها في شكل مشاريع. ترجمة الأفكار دي في شكل مشاريع قابلة للاستثمار بالنسبة لنا مهم جدا، فالتركيز على الاستثمار في المشاريع اللي ليها محاور رئيسية في الاقتصاد الأخضر والمشاريع الذكية وتمكين المرأة. المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية جاية في وقت مهم جدا، وإحنا كهيئة الأمم المتحدة للمرأة سعداء بوجود مشروعات خاصة للمرأة، وده بيؤكد على اهتمام مصر والتزام القيادة السياسية بدعم تمكين المرأة على كافة الأصعدة وفي كافة المجالات. المبادرة ساعدت شباب كتير ان هم يقدموا الابتكارات بتاعتهم، بتشجع من دور المحافظات والمجتمع وبالذات كمان الشباب عن طريق بقى فيه تمكين للحلول والابتكارات احنا كشباب بنعملها لقضية تغير المناخ، عشان احنا اكتر فئة عمرية بتتأثر بالقضية دي. لو بنتكلم على مبادرة المشروعات الذكية الخضراء وعلاقتها بفكرة النمو الشامل والابتكار، يمكن ده بنشوفه عن طريق دمج ما بين التكنولوجيا والتكنولوجيات المختلفة، إنها بتغطي قطاعات مصر كلها، المحافظات المختلفة، بتحل مشاكل المجتمع ذات نفسه. فبنشوف النهاردة من تقييمنا للمشروعات إنها مشروعات بتحل مشكلات مجتمعية. من ضمن الحاجات المهمة جدا في الكوب إن احنا محتاجين نشوف إيه الاحتياجات على المستوى المحلي، ودي حاجة ما حصلتش بالشكل ده في أي دولة أخرى. فإحنا شايفين إن في مبادرة واعدة جدا قصادنا، محتاجين نستفيد منها ونشوف إزاي نقدر نكررها في دول أخرى بإذن الله. سعداء النهاردة إن إحنا شايفين إزاي من خلال المسابقة دي متعرف على مشروعات بتدعم مش بس الأثر الاقتصادي للصناعة، ولكن كذلك أثرها البيئية والمجتمعية من خلال خلق فرص عمل، من خلال الحد من الانبعاثات، من خلال الحد من المخلفات. بناخدنا المفاهيم الخاصة بالاقتصاد الدوار، المفاهيم الخاصة بكفاءة استخدام الموارد في القطاع الصناعي بمختلف أنواعها، سواء مياه أو طاقة أو غيرها من الموارد الطبيعية اللي ممكن نستخدمها في القطاع الصناعي.